ثم صلاة آخر صلاة استسقاء عند الحاجة للماء أو لفقده أو صلاة أو ملوحته هكذا أو قلته بحيث لا يكفي. فإذا أسباب لصلاة الاستسقاء إما يعني لفقده ليس لا يوجد الماء أصلا يعني جف تماما نزل أصاب قحط تام حتى لا يوجد شيء من الماء الآبار وكذلك يعني منابع الماء كلها جفت والعياذ بالله. ثم أو يعني لملوحته صار الماء مالحا لا يوجد يعني ماء عذب للشرب هكذا يعني تغير هكذا عند قلة الماء يكون في بعض المناطق بسبب خصوصية أرضية في هذه المناطق هكذا يكون يتغير الماء مالحا. ثم أو لقلة أو ماء قليل قليل كيف كان قليلا بحيث لا يكفي للحوائج هكذا صار قليلا. وكذلك ذكر في التحفة سببا آخر إذن لزيادته التي بها نفع إذن للحاجات تكفي لكن مع ذلك لو وجدوا أكثر يكون عنده نفع لأجل زيادة النفع بالماء أيضا يشرع الاستسقاء هذا صلاة الاستسقاء وهي كصلاة العيد حينما يكون كصلاة العيد يعني يكبر هكذا في الركعة الأولى سبع تكبيرات في الركعة الثانية خمسة تكبيرات هكذا لكن يستغفر الخطيب بدل التكبير ما في الصلاة هكذا لكن الخطيب في الخطبة لا يكبر بل يستغفر بدل التكبير في الخطبة يعني فإذا هو يبدأ الخطبة الأولى بتسع من الاستغفار الخطبة الثانية بسبع من الاستغفار ثم في الفصول يستغفر يستغفر هكذا ويستقبل القبلة حالة الدعاء بعد صدر الخطبة الثانية أي نحو ثلثها فإذن في الخطبة هو يستقبل الحاضرين الناس لكن في خطبة صلاة الاستسقاء ماذا يفعل بعد مضي ثلث خطبة الثانية ماذا يفعل هو يستقبل الناس ويستقبل القبلة ثم بعد خاتم الدعاء يستقبل الناس أيضا ثم ينزل هكذا نعم.